تألق ومكسب كبير حققته البطلة نيفين صالح لاعبة منتخب مصر للتايكوندو اللي قدرت انها تحصد المركز الاول والميدالية الذهبية في البطولة العربية للتايكوندو وشهدت منافسات صعبة شارك فيها اكثر من 135 هيئة رياضية من مختلف الدول العربية. عايزين نعرف تفصيل اكتر وايه اصعب المنافسات اللي مرت بيها البطلة نيفين صالح. هي معانا دلوقتي على التليفون لاعبة منتخب مصر للتايكوندو. صباح الخير عليك يا كابتن. صباح النور، اهلا. اخبارك ايه؟ ألف ألف مبروك يا كابتن نيفين. سمعانا؟ تمام كده. طيب ألف بنبارك لك طبعا في البداية، وعايزين نعرف منك بقى طبيعة المنافسات كانت عاملة ازاي؟ حضرتك انت حققتي المركز الأول والميدالية الذهبية مظبوط؟ طيب دي بطولة مهمة جدا، انت ازاي عملتي كده؟ أنا في الأول طبعا بدأت في 2013، كنت صغيرة جدا، كان عندي تقريبا حوالي 8 سنين. والدي ووالدتي أهلوني للفكرة دي. اتمرنت أنا أول ما دخلت طبعا شفت أبطال الجمهورية وأبطال الشرقية، ده كان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. فمن اللحظة دي قررت إن أنا أكمل. أنا كنت حاسة إن أنا هيبقى في خير في الطريق ده، والحمد لله يعني ربنا كرمني. فضلت أتعب كتير قوي وأتمرن كتير قوي، وصلت تقريبا من 2013 ل 2021 كنت بدخل بطولات جمهوريه كتير قوي واتمرن كتير، بس ربنا طبعا ما كرمنيش في الفتره دي. فجت فتره كده في يأس بقى وجهد ده. الحمد لله يعني من اللحظه من 2019 كان في بطوله منتخب تصفيات منتخب، انا طبعا ما حققتش فيها حاجه خالص مع ان انا كنت كويسة يعني، الحمد لله ما حققتش فيها أي حاجة خالص. فقررت إن أنا بطولة الجمهورية الجاية إن شاء الله أنا هاخد مركز أول. من 2019 وأنت مقررة؟ أنا كان يوم 1/4/2019 أنا قلت إن شاء الله في البطولة الجاية إن شاء الله أنا هقرر إن أنا هاخد مركز أول، مفيش عندي تاني وتالت. ف 2020 طبعا كان في فتره كورونا وكده، وما عرفتش ان انا اطلع بطولات جمهوريه وكده. فربنا كرمني طبعا في 2021 بطوله الجمهوريه، انا خلاص انا مكرره في 2019 ان انا اخد مركز اول في البطوله دي. تمام الحمد لله ربنا كرمني في بطوله الجمهوريه واخدت مركز اول. دي كان اول انجاز انا عملته. طبعا انا لما اخدت مركز اول ادتني فكره ان انا اكمل بقى. يعني كان في حاله يأس قبل كده لان انا ما كنتش باخد مراكز خالص، ما كنتش بتأهل. وبعدين انا بعد ما خلصت بطولة الجمهورية انا قررت بقى ان انا اشتغل على نفسي اكتر واخد ثقة في نفسي اكتر. فدخلت بطولة الجمهورية بعدها كتير، والحمد لله كنت دايما باخد اول. دخلت تصفيات ربنا ما كرمنيش فيها، اخدت ثالث الحمد لله. يعني دايما ربنا كرمك، ده انت جايبه مراكز خطيره. بس انا مستغربه قوي ان انت من غير ما يبقى لك تصنيف ما شاء الله على طول نطيتي مره واحده الاول. يعني احنا دايما بنشوف يدخل دور ال 16 بعدين يدخل دور الثمانيه بعدين تدخلي دور الاربعه، يعني على مراحل مختلفه وفي الاخر بيتوج ده بالمركز الاول، لكن ما شاء الله كده على طول مره واحده المركز الاول. انا كنت مقرره في 2019 ان انا اخد المركز الاول خلاص. انا اشتغلت على نفسي بقى من 2019، اشتغلت على نفسي جامد جدا مع ان ايه بقى اشتغلتي على نفسك عملتي ايه؟ فدخلت والحمد لله اخدت مركز اول. دخلت بطولة مصر الدولية كانت في العاصمة الادارية، الحمد لله برضه ربنا كرمني واخدت مركز اول ما شاء الله. دي كانت برضه من اصعب البطولات. اول ما ابتديتي تشوفي ازاي طريق الاول من ساعتها ما بطلتيش ما شاء الله. الحمد لله بقى ما شاء الله. انا اصلا الحمد لله ربنا كرمني لان ربنا طبعا عارف ان انا تعبت قد ايه وكافحت قد ايه، وتعب ومرمطه وتمرين ومواصلات. انا ما بين البيت وبين التمرين تقريبا سفر كبير قوي، كنت بروح كل يوم تعب وارهاق نفسي وارهاق تمرين بقى وارهاق مادي. انا متخيله طبعا. نيفين انت بتعملي ايه اصلا غير انك بطل التايكوندو؟ بتدرسي ولا بتشتغلي؟ ثانويه عامه. ثانوية عامة. تمام ومستعدة بقى انك شغالة الاتنين مع بعض، عارفة تعملي الاتنين مع بعض، عارفة كويس قوي ان اللي بيلتزم في حاجة وبينجح في حاجة اكيد بتبعيه ان شاء الله هينجح في التانية. طبعا
اكيد اكيد. طيب اللي يعوز يعمل حاجه يعملها يعني. هو في ضغط شويه بس يعني، لا نتعب شويه والحمد لله ان شاء الله يعني هنلاقي في الاخر. فانا ماشيه بنظره رساله مهمه جدا يعني فين لكل الناس. في الآخر. برافو عليك، اتفضلي. بقول لك انت بتقولي رساله مهمه جدا لكل الناس، اللي عايز يعمل حاجه هيسعى لها وهيجتهد عشان يحققها، وبالفعل ده كان هدفك وانت كنت مخططه له. بنتكلم في 135 هيئه رياضيه من مختلف الدول العربيه، المنافسات كانت عامله ازاي؟ كان اول ماتش ليا كان الموضوع صعب شويه بالنسبه لي، لان البنت ما شاء الله كانت كويسه، بس الحمد لله قدرت ان انا اقفل يعني احافظ على البوينت بتاعي واقفل على نفسي كويس جدا. المنطقة بقى يعني اصلا المنطقة كلها كانت صعبه بالنسبه لي، بس الحمد لله يعني انا عرفت يعني انا عايش. في الوقت ده الوقت ده انا كنت خلاص، انا قلت لنفسي انا تعبت وكافحت وعملت حاجات كتير قوي، لا انا مش هستسلم في الوقت ده، انا هتعب. هو الماتش على بعضه كان اربع دقايق ونص، يعني هو 3 جولات في دقيقة ونص. أنا قلت لا أنا هموت في الماتش ده في الدقيقة ونص ده في الأربع دقايق ونص دول، علشان التعب السنين اللي فاتوا دول كلهم مش هيروحوا على الفاضي. حقيقي. فأنا بالظبط أنا ده اللي أنا عملته، والحمد لله ربنا كرمني طبعًا. دي تقريبًا دي ومصر الدولية كانت من أصعب البطولات اللي عدت عليا، بس الحمد لله يعني. احنا سعداء بيكي وفخورين بيكي بجد يعني. البطلة نيفين صالح لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، مبروك عليكي الفوز ومبروك علينا احنا كمان، بالتوفيق في اللي جاي.